ما تفرفش فرشلي ما تفرفش الأكل هيفضل دايما فرش لو على التلاجة بالذات ما فيهاش تلاجتك فرش يا إما بلاش تلاجة فرش حاجة تانية خالص عشان مش بس هتخلي الأكل دايما فرش لا وهتحافظ على اللحوم والأسماك في الفرش زون والماجيك كريسبر اللي هيخلي الخضار والفاكهة طازة لأطول وقت والبلازما أيونايزر هتقضي على أي ريحة وشاشة ديجيتال للتحكم في الحرارة وليد لايت ده غير المالتي اير فلو اللي بيوزع التبريد بطريقة متساوية والآيس ميكر وكمان بديسبنسر للمية لتقليل فتح الباب عشان كده يا تلاجة فريش يا إما بلاش يا إما فريش يا إما بلاش يا إما فريش يا إما بلاش يا إما فريش يا إما فريش يا إما فريش يا إما بلاش